هنتكلم في الفيديو ده عن البيتا بلوكر، وهنجاوب فيه على 4 أسئلة بس، ومش هندخل في أي تفاصيل زيادة. أول سؤال، هي الكلاسيفيكيشن أو التصنيفة بتاعت البيتا بلوكر؟ تاني حاجة، مين هي الأدوية اللي ليها انترنسيك سيمباثيتك أكتيفيتي، وهنفهم مع بعض يعني إيه، وبعد كده استخدامات البيتا بلوكر، وأخيرا والسؤال المهم جدا، ليه بستخدمهم في علاج الضغط؟ عايزك تعرف معايا في الأول بس إن أدوية البيتا بلوكر بتنتهي بمقطع اسمه إيه؟ اسمه لول زي ما أنتوا عارفين. تعالوا بقى نجاوب على اول سؤال اللي بيقول لنا ايه التصنيف او الكلاسيفيكيشن بتاعت البيتا بلوكر. بنقسم البيتا بلوكر الى 3 اجيال، فيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، وثيرد جينيريشن. طيب يعني ايه فيرست وسكند وثيرد؟ فيرست جينيريشن يعني نون سيلكتيف بيتا بلوكر، بتروح تقفل لي كل انواع البيتا، بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. طب يعني ايه سكند جينيريشن؟ يعني بتقفل لي البيتا 1 اونلي، سيلكتيف على ايه؟ على بيتا 1 بس. الثيرد جنريشن بتقفل البيتا وبتقفل وبتقفل الالفا في نفس الوقت، البيتا والايه؟ البيتا والالفا. المهم عندي بقى احفظ اسامي الادويه. هنحفظهم ازاي؟ هنبدا الحفظ بتاعنا بالسكند جنريشن عشان نسهل الدنيا على بعض. وهنحفظ السكند ازاي؟ اكتبوا كده ورايا بالله عليكم. ادويه السكند جنريشن بنسميهم بيسو هسيبو علشان اسمه ميتو وبحب التين. تاني، بيسو هسيبو عشان اسمه ميتو وبحب التين. طيب بيسو يعني ايه؟ اهو بيسو برولول، ما انا قلت لكم كلهم بينتهوا بمقطع ايه؟ لول. هسيبه اهو، هسيبته لول علشان اسمه، ادي اسمه اهو، اسمه لول. اسمه ميتو، ميتو برولول، وبحب التين، تينو لول. طيب تاني حاجة هنحفظها الثيرد جينيريشن. الثيرد ايه؟ جينيريشن. هما دوين يا جماعة، اللابيتا لول وليه والكارفي دلول، لابيتا لول والكارفي دلول. بقية الأدوية هتبقى تبع ايه؟ تبع الفيرست جينيريشن، وعلى رأسهم البروبرا نولول. حلو حلو، ده عشان الام بي سي كيو. يبقى انت في دماغك هتبدأ الحفظ بالايه؟ بالسكند جينيريشن، بعدهم السيرد، وباقي الأدوية هتبقى فيرست جينيريشن. طيب كده جاوبنا على أول سؤال اللي هو التصنيف بتاعت البيتا بلوكر. تاني سؤال ممكن يجي يقول لك في الام، السؤال ده بيجي كتير في الام سي كيو، مين هي الادويه اللي ليها انترنسيك سيمباثيتك اكتيفيتي؟ طب يعني ايه اصلا انترنسيك سيمباثيتك اكتيفيتي؟ هو المفروض البيتا بلوكر يا جماعه باخدها عشان تقفل البيتا ريسبتور، بس في ادويه كده قبل ما بتقفل البيتا ريسبتور بتروح تعمل له اكتيفيشن او ستيموليشن. يبقى لو الدواء بتاع البيتا بلوكر راح عمل لي في الاول اكتيفيشن للريسبتور وبعد كده عمل لي بلوك، بسمي المصطلح ده انترنسيك سيمباثيتك اكتيفيتي، اللي اختصاره اي اس سي اي، او اسمه الثاني البارشيال اجونست. البارشال ايه؟ بارشال اجونست. طب مين بقى الادويه اللي لها انترنسيك سمباثيك اكتيفيتي؟ هم 3 ادويه، اكتبوهم ورايا. هم 3 ادويه اللي لهم انترنسيك سمباثيك اكتيفيتي اللي هم قدامنا دول. بنحفظهم ازاي؟ هسيب اوكسي، حلو، علشان ايه؟ علشان بوندو. هسيب يعني ايه؟ يعني الدواء اللي اسمه اسيبتولول، واوكسي يعني اوكسي برينولول، وعلشان بوندو دواء اسمه البندولول. يبقى بالله عليكم تركزوا على الحته دي، الادويه اللي ليهم انترنسيك سمباثيك اكتيفيتي او الاسم الثاني اللي هم بارشال اجونست، 3 ادويه. هسيب اوكسي علشان مين؟ علشان بوندو. حلو حلو، كده جاوبنا على اول سؤالين معانا وبسهوله جدا وبدون اي تعمق والله. طيب السؤال الثالث بقى والمهم بالله عليكم اللي تركزوا عليه، ليه بستخدم البيتا بلوكر في علاج الضغط؟ تمام، الميكانيزم بتاع البيتا بلوكر في علاج الضغط ل6 اسباب اللي قدامكم دول. لكام سبب؟ 6. لازم نكتب الستة؟ اه لازم نكتب الستة. وسهلين؟ اه سهلين برضو. طيب يبقى بستخدم البيتا بلوكر في علاج الضغط ل6 اسباب، انها بتعمل لي بلوك للبيتا ريسبتور في 4 اماكن. بتعمل لي بلوك للبيتا ريسبتور فين؟ في 4 اماكن. اول حاجة معانا بتقفل لي البيتا ريسبتور اللي في السي ان اس، واقول لك ليه، وتقفل لي البيتا ريسبتور اللي في الهارت، وتقفل لي البيتا ريسبتور اللي في الكدني، وبتقفل لي البيتا 2 اللي هي ايه؟ بري سينابتيك. طيب لما تقفل البيتا 1 اللي في السي ان اس ايه اللي هيحصل؟ هتقلل الاشارات العصبيه بتاعت السمباثاتيك اللي طالعه من السي ان اس. طب لما تقفل البيتا 1 اللي على الهارت هتقلل شغل الهارت فهتقلل الضغط. لما تقفل البيتا 1 اللي في الكدني هتقلل الرينين، والرينين لما يقل الانجيوتنسين 2 هيقل، والانجيوتنسين 2 لما يقل هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي فازو دايلاتيشن. طيب هتقفل البيتا 2 اللي هي بري سينابتيك فهتقلل الريليز بتاع النور ادرينالين. طيب خامس حاجه، السبب الخامس والسادس، لانها بتزود الريليز بتاع ماده اسمها البروستاجلاندين اي 2، وكلنا عارفين ان الماده دي بتعمل لي ايه؟
تعمل له فازو دايلاتيشن. السبب الاخير انها بتروح تعمل لي حاجه اسمها الكومبنساتوري ميكانيزم، تعمل لي اكتيفيشن للبارو ريسبتور، ولما يحصل اكتيفيشن للبارو ريسبتور بياكتف لي الفيجال نيرف، فيعمل لي برادي كارديا، هيعمل لي برادي كارديا. يبقى بالله عليكم السؤال ده مهم وبيجي كتير. بيجي كتير. ليه بستخدمهم في علاج الضغط؟ لازم تكتب لي 6 اسباب. بتعمل لي بلوك للاربعه بي في 4 اماكن، بيتا 1 في السي ان اس، وبيتا 1 في الهارت، وبيتا 1 في الكدني، وبيتا 2 بري سينابتك، وبروستاجلاندين اي 2 بيزيد، هيعمل لي فازو دايليتيشن، واكتيفيشن اوف بارو ريسبتور هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي برادي كارديا. حلو حلو. ده السؤال التالت معانا. طيب السؤال الاخير معانا اليوزس او الاستخدامات بتاعت البيتا بلوكر، وسهله. سهله جدا. اول استخدام انتوا عارفينه من الفيديو اللي فات، بستخدمه في علاج الجلوكوما. كنت بستخدم البيتا بلوكر في النوعين، في النارو انجل جلوكوما والاوبن انجل جلوكوما. عايزين التفسير؟ مفيش مشاكل، التفسير هو وسطكم. لانها بتعمل لي بلوك للبيتا 2 ريسبتور في البلاد فيسل، ولما في البيتا 2 ريسبتور هيحصل لي فازو كونستريكشن ولا دايليتيشن؟ هيحصل لي فازو كونستريكشن، فالدم اللي رايح للسيلاري ماسل هيقل، فتكوين الاكوس هيقل. هي دي الفكره، مش عايزك تعرف، عايزك تعرف لي بس انه بيستخدم فين في علاج الجلوكوما. اول استخدام. الاستخدامات اللي بعد كده حاجه اسمها اي اي اتش اتش ام ام A-A-H-H-M-M. طيب اول ايه معانا يعني ايه؟ ايه يعني؟ بيستخدم في علاج الانجينا اللي هي الذبحه الصدريه والاريزميا. الانجينا والاريزميا. طب ليه بستخدمهم في علاج الذبحه الصدريه والاريزميا؟ بمنتهى السهوله يا جماعه، انا في المرضين دول عايز اقلل شغل الهارت، عايز اقلل اللود على الهارت. طب مين اللي يعمل لي كده؟ البيتا بلوكر، انها بتروح تقفل لي بيتا 1 على الهارت، فهتقلل اللود اللي على الهارت. مش عايزك تعرف التفسير، مش عايزك تعرف التفسير، عايزك تحفظ لي ايه ايه يعني انجينا واريزميا. طيب الاستخدام الثالث معانا اللي احنا لسه شارحين سببه، اللي هو الهايبر تنشن. وبالله عليكم ما تكتبوش هايبر تنشن بس، تكتب لي بيستخدم في علاج الهايبر تنشن وتحتهم الاسباب. حلو حلو. الاتش اللي بعد كده يعني هوكم، مرض اختصار ده معروف يا جماعه، هوكم اتش او سي ام. طب هو اختصار ليه؟ اختصار لحاجه اسمها الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي. هايبرتروفيك ايه؟ اوبستراكتيف كارديوميوباثي. طب يعني ايه برضو؟ احنا عارفين يا جماعه الهارت بتاعنا او القلب في اربع غرف، 2 فوق و2 تحت، بيفصل بينهم ايه؟ بيفصل بينهم سيبتم. السيبتم ده لو حصل فيه سيكنس، يعني لو تخن، بسمي المرض ده هوكم بمنتهى المصادر. طب ايه المشكله لو حصل سيكنس في السيبتم؟ لما يحصل سيكنس في السيبتم بيقفل لي على الاورطه، او بيسد الفتحه بتاعت الايه؟ الاورطه. ولما يقفل لي الاورطه مفيش دم هيدخل او هيطلع فين؟ في الاورطه. فبستخدم البيتا بلوكر عشان تقلل لي الاوبستراكشن، تقلل لي الاوبستراكشن بدون اي تعمق برضو. ام 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 الاولى يعني مايوكارديال انفاركشن، والمايوكارديال انفاركشن يا جماعه قلت لكم خلاص انتوا حفظتوها معايا، ما هي الا كومبليكيشن للانجينا. تمام، هي كومبليكيتد انجينا عشان ما نفضلش نحفظ. السبب السادس معانا حاجه اسمها الميديكال تريتمنت اوف ديسكتنج اورتيك انيوريزم. طيب يعني ايه انيوريزم؟ زي ما انتوا عارفين من الباثولوجي، ده بيحصل بسبب ويكنس فين؟ في جدار الاوعيه الدمويه. الكلام ده انتوا عارفينه من ايه؟ من الباثولوجي. طيب ايه المشكله لما يحصل لي ويكنس في جدار الاوعيه الدمويه؟ بتكون حاجه اسمها ساج، حاجه شبه الكيسه كده. لو الدم راح للساج دي تحت بلاد بريشر عالي، هيعمل لي رابتشر في الساج. طب احل المشكله دي ازاي؟ قلل الضغط يا عم الحاج. مين اللي قلل الضغط؟ البيتا بلوكر. وعرفنا بقلل الضغط ايه ليه. اخر سبب او اخر استخدام بستخدمه في مرض اسمه السوفوييال فاريسز، اللي هي الدوالي بتاعت المريء. طب هو يعني ايه دوالي اصلا؟ دوالي بمنتهى البساطه يعني احتقان الاوعيه بالدم. الاوعيه مليانه بالايه؟ مليانه بالدم. طب احل المشكله دي ازاي؟ اقلل الدم. اقلل الدم ازاي؟ اديني دواء يعمل لي فازو كونستريكشن. مين اللي يعمل كده؟ البيتا بلوكر، بتعمل لي فازو كونستريكشن، فتقلل الاحتقان بتاع الاوعيه الدمويه. انا بالله عليكم ما بشرح باستفاضه، انا بقول لكم بس الحاجات الخوص العريضه كده. اي اي اتش اتش ام ام، ده اللي عايزك تحفظه. والسبب والاستخدام اللي احنا حفظناه خلاص الجلوكوما. وممكن استخدمهم برضو في علاج مرض اسمه السيروتوكسيكوزيس او الهايبر سيروديزم. احنا عارفين السيروتوكسيكوزيس يا جماعه بيروح يزود لي شغل الهارت، بيعمل لي تاكي
كارديا، فبدي دواء يعمل لي برادي كارديا او يقفل لي البيتا واحد اللي على الهارت، اللي هو مين؟ اللي هو البيتا بلوكر. انتوا طبعا السايد افكت تعرفوا تطلعوها بمنتهى السهوله. ليه؟ اقفل لي البيتا واحد يا عم الحاج، لما اقفل البيتا واحد على الهارت هتعمل لي هارت فيلير، هتقلل لي شغل الهارت، برادي كارديا، هتعمل لي هارت بلوك، وهكذا. يبقى كل اللي فيها انك بتقفل لي البيتا ريسبتور، وتشوف لما اقفلها ايه اللي هيحصل، عشان محدش يحفظ بس او تتعبوا نفسكم على الفاضي. عايزكم تعرفوا برضو بالمرة كده عشان برضو الام اس كيو حتة صغيرة ان شاء الله. مين هي ادوية البيتا بلوكر اللي ممكن استخدمها مع ادوية التخدير بتروح تخدر لي الجسم؟ الدواء الاساسي عندنا اللي هو ايه اللي قدامنا ده، البروبرا نولول والبندولول، احفظوهم بس عشان لو جالنا في الام اس كيو. واحنا قلنا طبعا البيتا لول ده سيرد جنريشن، هو الكارفي دي لول. يعني ايه سيرد جنريشن؟ يعني هيعمل لي بيتا والفا بلوكينج، ولما يعمل الفا بلوكينج هيعمل لنا ايه؟ فازو دايلاتيشن، عشان لو جه في الام اس كيو مين البيتا بلوكر اللي بيعمل لي فازو دايلاتيشن؟ اللابيتا لول والكارفي دي لول. واللابيتا لول يا جماعه ده بستخدمه في ايه؟ في تسمم الحمل اللي هو البري اكلامسيا. حلو حلو، ده بمنتهى البساطه كده وبسرعه عشان ما نطولش بس عليكم.